أعزائي المشاهدين، طابت أوقاتكم ونحييكم وحلقة جديدة من برنامج نغزات. طبعا سالفتنا لهذا اليوم تتعلق بقصة الأسد والثعلب والحمار. طبعا كان أكو أسد في الغابة وعنده خادم ثعلب. يوم من الأيام هذا الأسد جاع وقال له للثعلب أنا أريد أكلك، أنا جوعان. الثعلب قال له تعالش تاكلني، أنا ساعة واحد أجيب لك حمار وتاكله. فهذا رأسا قال له أنا بعد ما أصطبر جوعان. قال له هسه خلال ثواني، خلال دقائق أجيب لك الحمار. فراح هذا الثعلب طيره، فجاء الحمار قنعه. قال له الأسد هالشكل يعني يريد يتنحى عن منصبه كزعيم الغابة وعيدوا على واحد جديد، فأنا قلت هاي الشغلة ما تلوق إلا بيك يا حمار، وهاي فرصتك حتى أنت تصير زعيم الغابة. بس مع هذا يعني إذا صرت لا تنسانا تروح تقفل موبايلك مثل ما يعملون هذولي اللي يصلون المناصب. قالوا لا أنا غير شكل، أنا ما مثل هذولي، بس ينتخبون يسد موبايلي وكذا. المهم قنعوا وراح يمشي معانا وهم شغلوا هاي الأغنية بس تعال شبعك دلال حتى هم يخلق له وهز. فمن وصل عرين الأسد، الأسد كان جوعان وهيج، فأول ما وصل شط علينا الأسد. بل أثناء الحمار شوية تخر فطاغت بس أذانه، فهذا يعني من شعلها الأسد هجم علينا انهزم. فالأسد الذئب غى علينا قال ولا أنت ما تتهم ولا أنت خلوا أجنو أستم، هذا جبتني يعني تضحك علي لي غير ياكني. قال ود إلى ما تظل الشكل ما تتهم، هذا لما طيغ أذانك حتى التاج مع الملك يقعد على غاسك، أنت إذا هكذا أذانك مشنتري كان يا عمود من كهرب أشو راح يقعد التاج على غاسك. قال والله أي شغلة يعني ما كانت ببالي فعلا، يعني انا ما كنت يعني احسب هالشكل. المهم رجع على الاسد، من رجع على الاسد الاسد هم شط عليه انه ايضا الحمار تاخر فما طاق غير بس ان يطير ذيله، فهذا الحمار انهزم. جاء عليه الثعلب قال له انت معشر الحمير ليش تظلون هكذا؟ ما عندكم بعد نظر، ما تنظرون إلى ما وراء الأحداث، ما تحسبون حسابات المستقبل، لهذا أنتم تظلون هالشكل ما تتهمون. يقال له أيش ما نتهم، هذا طيغ ذيلي. يقال له هو هذا الذيل أيش يعني؟ يقال له هذا استفاد بأنه أكشبين وذبين. يقال له هذا أنت راح تصير ملك غابة، هذا الذيل يعني شكله مقرف. قال له ايه مذبين ايه مسخام، انت راح تصير ملك غابه بعدين راح يوفروا لك كل شيء، تبريد وتدفئه وخدم وحشم وسيارات وفلوس وكذا، انت جاي على هذا الذيل. قال والله هاي الشغله يعني فاتتني والله صحيح. رجع الاسد، الاسد بهالاثناء شق علينا وافترسوا. قال له للنمر روح رتب وقطع لي وجيب لي. النمر هم خمط المخ مال الحمار، فجاب له الفريسة للأسد. الأسد دهق قال له أوسع هذا ما مخ وينه؟ قال له مولاي هذا ما عنده مخ. وقال له أكو حيوان ما عنده مخ؟ قال له ولو عنده مخ ما كان جاني عندك. فهاي السالفة يعني طرقنا لها لأن احنا راح نتحدث عن الغباء الإداري. الغباء الإداري هو أخطر من الفساد الإداري. يعني احنا لما نكون بالمنصب
معيارين أساسيين لتولي المناصب، وهاي المعيارين نادرا ما تطبق عندنا، النزاهة والكفاءة. أما اللي يتولون المسؤولية، اللي يكونون يعني هذول اللي يمتلكون النزاهة والكفاءة، هم اللي يعني يكونون الركيزة الأساسية في تطوير وتقدم المجتمع. يعني إذا كان كل المناصب من قمة الهرم من الأسفل، مدراء ورؤساء أقسام إلى الوزارات إلى كذا، كلهم يمتلكون النزاهة والكفاءة، هذا البلد لابد يعني أن يتطور وأن يتقدم. أما اللي يتولون المسؤولية ويكونون خطر على المجتمع، هم ثلاث أصناف من اللي يتولون المناصب اللي هم يكونون خطر على المجتمع. هو النزيه الغبي، يعني هو نزيه ما يصرخ بس اسمه هو غبي. الآخر اللي هو أقل خطورة هو الفاسد الذكي، يعني هو يبوق يسرق بس بنفس الوقت كفو، يعني يقدم إنجازات. الأخطر وأكثر فتكا من المجتمع هو الفاسد الغبي، يعني هو فاسد وهو غير كفو، هو لا شيء. فإحنا راح نتطرق على كل صنف من هذه الأصناف. ما يخص الصنف الأول اللي هو النزيه الغبي، يعني هو ما شرط بأنه أن يكون فاسد حتى يؤذينا، يعني في بعض الأحيان أن يكون غبي وما يعرف تدابير الأمور هو اللي يؤذينا. يعني احنا نتطرق إلى واقعة حدثت في الاتحاد السوفيتي في عهد ستالين. أحد الرفاق في الحزب الشيوعي كتب تقرير للجنة المركزية من الحزب الشيوعي بأنه معمل التائرات، معمل فورد للتائرات، يعني أكو شركة مال فورد للسيارات اللي هي أمريكية، هاي الشركة هدت الاتحاد السوفيتي معمل، أيضا معمل اسمه معمل فورد للتائرات هدته للاتحاد السوفيتي. فهذا الرفيق كتب تقرير بأنه هذا المعمل التائرات اللي ينتجها عاد تتفجر بعد أسبوع وأسبوعين أو ثلاثة، يعني واحد يشتغي تاير من إنتاج هذا المعمل خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة وشهر ما شوف إلا هذا التاير انفجر. اللجنة المركزية رفعت هذا التقرير لستالين. ستالين قرأ التقرير، فرأسا بعث على المفتش، يعني يسمونه مفتش عام أيضا هو نيكيتا، هذا يعني عنده فد قدرات ومهارات في القضايا اللي تخص مكافحة الفساد الإداري والمالي، يعني خبرات ومهارات كلش عالية، يعني حتى في بعض الدول أيضا يستعينون به. فبعث عليه ستالين قال له هاي الشغلة هالشكل، أغيدك التابع لي وشوف لي شنو من هو المسبب. فهذا هم راح على هذا المعمل، من فات على المعمل بالبداية شاف لوحة مكتوب عليها أبطال الإنتاج، لوحة أبطال الإنتاج، هذا كل واحد يعني يقدم في الإنجاز أو قفزة نوعية اللي تخص الإنتاج من المعمل يخلون صورته، سواء كان عامل أو إداري أو مهندس، فكل واحد كن عمل في الإنجاز عظيم يخلون صورته. المهم هذا دخل، طبعا هو التحقيق عنده ما مثل التحقيق الغبي اللي يصير، هو ما يروح دايركت على المدير ويقول له والله انتم تايرات مالكم عاد تتفجر. المدير بالتاكيد راح يدافع عن نفسه ويطلع له فد مستندات وكذا يحمي نفسه، يقعد يشرب شاي ويطلع اللي غاسه. لا، هو ما يروح دايركت على القمه، يبدا من الاسفل. فاول ما بدا بالحسابات، دقق الحسابات بالمعمل ودقق دحق بانه يعني النظام المالي ماله نظام جيد، هناك أرباح يعني أكثر من الأشهر الأخرى، يعني خلال 6 أشهر من تولي مدير المعمل قام يحقق أرباح.
الأموال والفلوس ماكو يعني إيد كان مدت عليها موقفه من ماري سليم 100%. هذا قام يعني جاب خبراء حللوا هاي المواد الخام مال التايرات وكذا، شافوها مواد جيدة وأصلية ومناشئ رصينة، فبدأ يحقق مع العمال مع المهندسين مع هاي، ما توصل النتيجة خير شيء يعني، صار بين مغب، صار عنده خيبة أمل، هذا شلون راح يقابل ستالين؟ ستالين ما ينجحهم، ستالين كان طاغية، ستالين كان يسمونه سفاح القرن العشرين، يعني بعهده كان عدم 1000 واحد، أي واحد يخرب المسؤولية يا دمه، ما عنده أم رحميني، فهذا يعني ما يعرف يعني أشون يعني ما توصل النتيجة. المهم بات بالمعمل، بالليل طلع يتمشى، وقف يماي لوحة أبطال الإنتاج، قام يدحق على الصور، طلع له جقالة شو تأكد، دحق على الصور، لفت انتباهه صورة مدير المعمل. مدير المعمل كان خلى صورته من ضمن أبطال الإنتاج، طبعاً هذا اللي يخلون صورته بالمعمل بلوحة أبطال الإنتاج يعني ما بس راح يكون معروف على مستوى المعمل، راح تجي وسائل الإعلام وتعمل معاه لقاءات وكذا، فراح يكون معروف على مستوى الاتحاد السوفيتي كله. المهم هذا من الصبح من جاء المدير دخل علينا قال له عندي سؤال واحد أريد أسألك هو. قال له ايه تفضل. المدير مسيطر ما عنده لا فساد ولا اي. قال له ايش تريد اسالني انا حاضر. قال له انت ليش كنت خليت صورتك في لوحه ابطال الانتاج؟ هذا يعني بكل سرور جاوبه قال له انا لان حققت ارباح اكثر من السابق، ارباح يعني ما اشهر من كان. قال له اكيد انا يعني تاكدت من هذا الشيء، متاكد انت حققت هاي الارباح. قال له زين انت هاي غداء هاي الارباح اشو التقط حققتها؟ اشو الشيء عملته واللي خليت يعني المعمل يحقق هاي الارباح؟ قال له انا يعني التاير بينه 4 اسلاك، يعني التاير اكو تيل يخلون داخله تيولي، قال التاير بينه 4 اسلاك، انا شدته 2، يعني قمت اخلي بالتايرات 2، طبعا هم ينتجون باليوم ما يقارب 1000 تاير، فوفرته يعني هاي من كل تاير تيلين يعني أشقد راح يوفر معدن وكذا، فقلت الكلفة مع الإنتاج، من شال تيلين من كل تاير حسب يومين 1000 تاير هاي تجمع، فقلت الكلفة مع الإنتاج حققت أرباح. هوني المحقق عوف عشني الدالغة، فراح على ستالين قال له الشغلة كذا كذا كذا. ستالين صفان قال هذا راح نفينه على سيبيريا. طبعا هذا المحقق نيكيتا استغرب، قال له سيدي انت يعني هكذا شغلات نعرفك انت راسا تعدمه، ايش عجب هذا راح تنفينه على سيبيريا؟ يعني راح ينفينه على سيبيريا في منطقة نائية. قال هذا بنظر الرأي العام وبنظر العالم، نظر يعني الناس اللي عندنا ببلدنا بأنه بطل إنتاج. قال هذا إذا عدمه راح تصيغ الثرثرة والصحف والصفراء، راح تصدر العناوين إعدام بطل الإنتاج. قال هذا أنفينه في سيبيريا في منطقة نافية تأكله الدببة تأكله القرود، المهم نخلص منه. فاي جبناها يعني شوف هذا يعني هو نزيه لا غبار على نزاهته، لكن نتيجة غبائه حقق هذه الأضرار بالإنتاج وأضرار يعني ربما أيضا المسألة تصل إلى أرواح الناس، يعني هذا التاير من ينفجر بالطريق ربما السيارة راح تقلب. فهذا يعني جبناها على النزيه الغبي، يعني نزيه هو نزيه لكنه غبي. المرحلة اللي أقل خطورة
هو أن يكون يعني فاسد ذكي أو فاسد كفو. يعني نسمع بلدان العربية يقول لك هذا الرئيس أو المسؤول هذا يعني قدم إنجازات، فعلا إنجازات وإنجازات، أكو شيء ملموس على أرض الواقع، لكن بنفس الوقت هذا استفاد خمط، يعني صار عنده أرصدة فلكية أو كذا وكذا وكذا من المال العام. يعني هاي ينطبق عليه المثل يقول نطير خبز بيد خبازته لو تاكل نصه، ما مثل الجماعة كلوا الخبز كله يا ريتهم نصه. ولو هو هذا المبدأ يعني هو ما صحيح، لكن جبناها على هذه الحالة، يعني أن يكون غبي فاسد لكنه كفو. الحالة اللي أكثر خطورة، اللي أكثر خطورة واللي تفتك بالمجتمع، واللي هي فيروس حيوانة فساديكا، يعني يجمع بين الفساد والحيوانة، هذا دمار شامل، هذا يعني يدمر المجتمع. يعني إذا تجتمع هذا الشخص صفة الفساد السرقة مع الغباء، فالمجتمع راح يدمر ينهار، يعني يتفكك، ما راح بعد يظل شيء، يعني يصبح البلد مثل الغابة. نعم ايه، المواد لازم توزع على المخازن. شلون المخازن مليانة؟ لقيني مخزن فارغ، لقيني مخزن فارغ على مود يجيب المواد الجاية الأخرى. عافية ابني عافية، أريد همتك وياي، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبي. سريع. الله بخير. الله بخير. الله بخير. أنا بخير. أخويا أبو يهم، عندي 100 كيس تم المال حصة تشتريهم. 100 كيس؟ باش قد غيدهم؟ كيلو 500 دينار. أش دعوي قصة؟ هو تم مال حصة تموينية مال المواطن، والوكيل قيبيعه 100 دينار. صحيح هو مال وجبة والكيلو 100، المواطن يبيعه للوكيل 100، الوكيل يبيعه له بالجملة 250، وأنا أشتري له منه بالجملة 350، يلحقه نقل ويلحقه أجور بالحمالية يكلفني 400. أعطيك سعر واحد 450، تبيع تبيع ما تبيع مع الألف سلامي، إذا بعت حتى الحمال يجي معاك. يلا ما مشكلة بعتوك. أبو طيبة حبي، تروح معانا وتنزلهم بالمخازن وتديرون بالكم عليها، لأنها حصة مع المواطن، وأهم شيء عندنا المواطن. صار حجي تمر أسرع، روح إن شاء الله ما يكون خاطرك لطيف. عافية ابني عافية. تمرن حجي تمرن يا الله. عافية ابني، دير بالك عليهم، أهم شيء ترى ذولا الحصة التمويلية هاي مع المواطن، وأهم شيء عند المواطن، المواطن على راسه. عافية حبي يا ابو طيبة، دخلتوهم بالمخازن؟ لحق اخوي ابو طيبة، تروح صيح لي المحاسب. حجي هسه جاي المحاسب تفهمه. استريحوا. لحق اخوي ابو سيف، هسه اشترينا 100 كيس تمن، ما الحصة ما تموينية، اريد تعمل بيهم مستندات ووصولات، لان انت المحاسب مالتنا. وسجله ثمن درجة أولى. حجي بلجأ للسجل السعر. السعر؟ سجله 2000 دينار، مثل الثمن اللي كان يسويه.
وسجلوا تمام درجة أولى. صار استاذ. بنتي شلونكي؟ رحمة اخبارك يا ايش عاد تعملين؟ ما عاد تعملين؟ خليها بالجوه رحمة حبيبتي يا معود استعجلي بالغدوية لان عندي وغاي تحميل بعد. والله يا عيابة هذا التمن مال حصة تعبني وما اعرف شلون تمن ما عين طبخ يا معود تطبخينه والله ما عندي فلوس هسه تطبخي هذا التمن وفضينا لو عندي فلوس كان قد اشتغلت من هذا التمن المليح انا جاي ضيص طلع روحي كملي كملي هذا التمن والله كريم يلا فضيني رحمه مش عايز اغلى اكل ولا يلا كيف تاخرتوا اي يابا قاعد اتفرج والله يا بنتي رحمة فعل ما ينكل والله يا بابا أنا أقول لو هذا التمن تبيعه تشتغلنا غير تمن المكان يعني هسه كل الناس حتبيعه لأن الظاهر هذا سالفة التمن مثل الطحين الطحين هم يعني إحنا قنبيعه ونطينه لأبو الفغن يعمل لنا صمون المكان فبيع التمن واشتغلنا تمن مليح المكان والله يا بنتي أخشى عمتك بحال المهندسين تقول حيوزعوا لنا خوش تمن والله يا بابا ما أعرف وقت هي صايرة على ناس علينا ودعك رحمة أصلا أنا دق ما راح أطلع الشغل بس إن شاء الله الحصة الجاي نروح نبيع للوكيل حسن السلام عليكم عليكم السلام حياك الله أبو سمير حياك الله أبو سمير على راسك أجلنا الوجبة والله هو يومية نفس الحالة يعني كل شهر أنت تعرف ما يجينا غير الطحين والزيت والتمن والشكر ما عندنا غيرهم أخويا أعطيني الطحين والزيت والشكر والتمن بيهم إيه تؤمر أمر أبو سمير حضر لي فلوس الوجبة 7000 ما 7 نفرات أنتم ما إيه إيه تمام أبو سمير واصل أبو سمير عين ابو سمير هاي البطاقه تروح على المخزن يم حج عواد تاخذها وتطلع جزاك الله لك. الله معك الله معك ابو سمير السلام عليكم ابو جاسم حياك الله حجي بشار شلونك حبيبي صحتك اموراتك والله الحمد لله الله يسلمك حبيبي امرني حجي بشار والله اخوي شعج انا الحصه ما ادري شعج ها والله الحصه تعرف انت كل شهر نفس الحصه طحين وتمن وشكر وزيت ما يجي غيرهم ونفس الشيء اي والله دحق اخوي الصراحه الطحين تودينه على ابو الفغل لبدله اي بيها الخير خوش والزيت ايه؟ بعد عندك شكر والشكر اعطينه واق ها اعطيك واق ايه تؤمر امر ايه بس عندي شغله اي امرني التمن اي ايش مينو تشتغلوا تمن اي والله اشتغلوا تبيع تشتغلوا اي اي اشتغلوا تبيع اي والله ابيع اي عادي انا ايه؟ استلمه ايه بس قد تشتغلوا والله تعرف انت نحن عم نستلمه 100 دينار من المواطن 100 دينار اي اذا انا عاد اخذ حالي حال كل الوكلاء حيستلمونه 100 دينار 100 دينار شنو يعني ما بي مجال زي لا والله اخوي هذا حقه 100 دينار عم نستلم مال وجبه ايه ما يفيد الحكي المواطن يبيع 100 دينار ويرجعون التجار يبيعونه للدوله ب 2000 دينار يرجع المواطن يبيعه 100 دينار هي ما يفيد الحكي هي خغباني من فوق اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى وفقره قصه مثل مثلنا لهذا اليوم هو مثل مصلي قديم هو اتمطر كباب او اتمطر كباب طبعا احنا دائما نسمع بعض الاقوال المشهوره والامثال الماثوره ما نعرف يعني مصدر هذه الاقوال او قصه هذا المثل ولهذا
يعني نطلقها بصورة مغايرة، أو ما 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 نقول هو المثل وفق ما ينطبق علينا من واقعة، وفق ما يحمله من معنى. يعني هذه دائما احنا من نقول اتمطر كباب، دائما من اتمطر الزخ نقول اتمطر كباب، وهذا مفهوم خاطئ للمثل. فاحنا راح نحكي على قصة المثل حتى تكون الصورة واضحة. طبعا قصة المثل هذا كان طبعا هو المثل قصته قديمة، وهي قصة من الفلكلور الموصلي القديم، يعني من العهد العثماني. قصة هذا المثل، كان أكو رجل متزوج امرأة، هذه الامرأة يعني ساذجة وثرثارة وغشيمة، غشيمة بشكل يعني حين غشيمة. هذا حاول عدة مرات أن يغير من تصرفاته ومن سلوكه، عجز. حاول عدة مرات يعني يغير يغيرها، يخلها كذا كذا، غير من تصرفاتك ما طاق، لأن هي ماخذي طبع بأنه الغشم عندها يعني غشم ما يعني ما بشكل ما طبيعي، والثرثرة والغباء والسذاجة. هذا خشية يعني بزعت روحه منه وضاج، يعني ضاج حيل، فغاد ياخذها لأن هي ما عندها أحد، يعني هم مثل ما يقول مقطوعة من الشجرة. فأخذها وراح خلاها مكان اللي هي يسموها البغي أو التشول، اللي كانوا يطلعون عليه يسمونه بغي، اللي يطلعون عليه سفرات. فراح زت غادي ورجع، فهي ظلت قاعدة غادي. طبعا هي من غشمة يعني من تخشع، مثلا تجيها بزوني تقعد تحكي مع البزوني، تحسب البزوني يعني ايضا تتهم عليها، تقول للبزوني ها نونة وخاتون، اكيد هذا زوجك زوجي بعثك علي حتى تصلحيني، والله لو ما ايش ما يعمل انا ما ارجع. وهكذا قامت تعمل مع الطير ومع الكرمون الكلاب. يعني تقريبا بعد العصر او وجه المغرب، كان اكو جمل ضيع، جمل محمل وضيع. طبعا من صفات الجمل يعني من يضيع هو يدور على صاحبه، يعني ما بس صاحبه يدور عليه. فهذا الجمل بهذا الشول يدور على صاحبه يريد يلقينه، فغش هاي المغى القعدي، فجاء لي عنده يعني صوره يعني من ضمن عائله صاحبه او من اقرباء صاحبه، فجاء نزل غاسه لي عنده. هاي من نزل غاسه لي عندها، هي هم عبالة بأنه زوجها كم بعثه. قالت له والله يا هبهب أغا، أنا أعرف زوجي كم بعثك، وأنا حيل في يمين ما أرجع، وقبلك جد البزوني وجوا كذا يجون يرجعوني، أنا ما قبلته، بس والله ما طول أنت دحق محمد وتعبت والخاطر جيتك، والله أنا غا أسمع كلامك وارجع. فأي مسكت الحبل مال الجمل واخذته، تقريبا ما اختلط الظلام، فجاء وصلت البيت هي والجمل، دقت الباب طلع زوجها دحق، ايشني قال له ايشني هذا؟ قلت له هذا جمل كان بالبغي لقيتونه، هذا راسا قال له فوتي فوتي، فوت الجمل بالبيت وغلق الباب وخلانه بالحوش. طبعا هي كانت تعبانه راسا نامت، هذا ايش عمل؟ طلع ذبح الجمل، قام عملوا كله كبب كبار، كله اللحم ما الجمل عملوا كبب كبار. طبعا بالمناسبة الكبب اللي تنعمل من لحم الجمل تكون طيبة كلش، يعني حيل طيبة، يعني من يعملون كبب لحم جمل يعزمون الأهل والأقارب ويعملوها بشكل يعني هذا اللحم يندق مع الجغش وما بس الحشي، أو يعملوها طابق وطابقين. المهم هذا اللحم الجمل عمله كله كباب، وايش عمل؟ قام وزعه بالحوش وبالسطوح وعلى الدغيج وعلى السجغة. فهي قعدت الصبح، هاي ضحك كل كباب مززتي بالحوش وبالليوان وعلى الدغيج. قالت له ايش نهاية؟ قال انت ما تعرفين؟ قالت له ايش عرف؟ قال البيعه انت نايمي مطغت كباب. قال والله، قال والله مطاط كباب. هاي فرحت ما صدقت، طلعت ها
حتى بسطوع فرحان. المهم وزعوا هذه الكباب على الجيران وعلى كذا، فاحنا يعني هذه مالت مطر كباب، يعني المثل ينطبق من بالمبالغة بالأخبار وبالحوادث، وفي بعض الأحيان نبالغ يعني نقول راح نحقق في الأمور أو نشاطات هي ما تتحقق. هذا المثل يشابه المثل اللي ظهر حديثا اللي اسمه يطير فياله. فاحنا سابقا كان اللي يتكلم ويبالغ نقول له عطمطر كباب. فيعني احنا هذا المثل يعني يزدهر او ينتشر خاصة في فترة الانتخابات اللي هو ظهر بديل ويطير فياله. يعني احنا وقت الانتخابات الوعود والكلام المعسول والكذا، واحنا ملكم كذا انفاق وجسور وما انزل بي من سلطان من انجازات، الدحق على السماء تغشع اجسام ضخمه عطير دحق عليها يا ما طيور، بس هي بل انما من الدقق النظر تبين بانه هاي الاجسام هي فياله او فياله عطير. صدقت يا رسول الله حينما قلت سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وكم من تافه يتكلم بأمرنا، فإلى متى نبقى صاغرين ونقول للمسؤول كذبك حلو ولا نقول له عطم الطاقب. نعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين وفقرة رأي حر. موضوعنا لهذا اليوم النفط بين نعمة الاستثمار ونقمة الانهيار. طبعا الفرصة مثل ما تتوفر للأفراد أيضا تأتي للدول وللمجتمعات. يعني شخص من يحصل له على فرصة معينة، فكرة معينة، طاقة معينة، مال معين، إذا استخدمه أو استثمره بالشكل الصحيح حتى يطور نفسه ويقدم نفسه. كذلك الله سبحانه وتعالى قد ينعم على البلدان بالموارد الطبيعية. فالبلاد اللي ينعم عليها الله سبحانه وتعالى بالموارد الطبيعية تكون أمامه خيارين لا ثالث لهما، إما أن يغتنم هذه الفرصة ويستغلها ويستثمرها بشكل عقلاني، أو قد يخسر هذه الفرصة ويخسر هذه الموارد ويبددها بسوء الإدارة وسوء الاستثمار. طبعاً العراق كان أمامه فرصة ذهبية ما تتوفر عند كثير من الدول، اللي هي نعمة النفط. الله أنعم على هذا البلد بالموارد الطبيعية، واللي أبرزها واللي هو النفط اللي اكتشف بخمسينات القرن الماضي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث، هل أن العراق استثمر موارده الطبيعية وخاصة النفط بشكل سليم وبشكل عقلاني؟ الجواب معروف لدى الجميع، الجواب كلا. فكيف البلد يستثمر النفط بشكل صحيح أو يدير هذا الملف بشكل عقلاني؟ طبعا الدول النفطية، أغلب الدول النفطية يعني من تتعامل مع ملف النفط أو ملف إدارة النفط تضع بنظر الاعتبار أمامه بأنه النفط مصدر غير دائم وغير ثابت. كيف غير دائم وغير ثابت؟ لأن النفط أغلب خبراء النفطيين بالعالم يتوقعون بأنه النفط سوف ينضب في يوم من الأيام، يعني راح يجي يوم هذا النفط ينضب لعدة أسباب، انحراف بالتربة أو كذا. المهم يتوقعون بأنه هذا النفط يعني نقعد فقد يوم الصبح نغشع
نتفاجأ بأنه ما عندنا ولا قطرة نفط. أيضا المؤشر الآخر، الدول التجأت إلى الطاقة البديلة، الطاقة النظيفة. يعني هاي الدول يعني حاليا ومستقبلا راح يستمرون في إنتاج الطاقة البديلة والطاقة النظيفة. يعني الهند كانت تعتمد 100% على النفط، حاليا 60% تعتمد على الطاقة النظيفة. فهذا مؤشر خطير، لأن التوجه العام نحو الطاقة النظيفة أو صناعة بديل عن النفط. أما النفط غير مستقر، النفط غير مستقر لأن أسعاره ما تستقر، يعني يعتمد على العرض والطلب. يعني إحنا الموازنة مخصصين النفط 56 دولار للبرميل، نزل جو 20 رجع صعد، فهذا النفط سعره غير مستقر. فالنفط هو سلعة غير دائمة لأن تنضب، وربما يوجدون بديل عنها. يعني إحنا إذا النفط ما ينباع وما حد يشترينه ما حد يغيده، إيش راح نعمل بين؟ يعني ينباع حاجة بربع، مثل هاي الحاجات اللي تنباع بحاجة بربع. المهم فهذه الدول النفطية لما يكون هذا التحدي أمامها تحاول أن تخلق مصادر بديلة. يعني من مصدر النفط، من مصدر النفط توجد مصادر بديلة أخرى. يعني هاي الدول بشوف الخليج الإمارات ما اعتمدوا على النفط، ما بس اعتمدوا على النفط، بس من عائدات النفط عملوا قاعدة صناعية استثمارية صناعة ضخمة كذا كذا، فأصبحت الموازنة عندهم والإيرادات معتمدة على مصادر متنوعة. إحنا العراق بالخمسينات أول ما بدأ اكتشاف النفط بالعهد الملكي وبداية العهد الجمهوري، يعني كان اعتمادهم على النفط شيء بسيط. العراق كانت هويته زراعية، كان يصدر جرود، يصدر قمح، يصدر صوف، يصدر مواد زراعية. إضافة لهذا الموازنة كانت تعتمد على الجباية وعلى المنافذ الحدودية وعلى المطار وعلى المواني وعلى الضرائب، فما كان النفط هو المصدر الرئيسي. أيضا يعني بداية السبعينات يعني أيضا من عائدات النفط أوجدوا قاعدة استثمارية وصناعية. العراق يعني قام حتى يصدر، فأصبحت مصادر متنوعة. يعني مو بس يعني بالسبعينات العراق دخل حروب وما أصبح عنده عجز. ليش؟ لأن عنده قاعدة رصينة، ما بس معتمد على النفط، معتمد على عدة مصادر اللي هي ترفد الموازنة وترفد الإيرادات. إحنا يعني من بعد 2003 صار اعتمادنا على النفط 95%، ماكو أي شيء، بس اعتمادنا على النفط. حدثت هذه الكارثة والمصيبة المزدوجة اللي هي كورونا وانخفاض سعر النفط. فإحنا لازم نراجع أنفسنا، لازم نتعظ نستفاد من الدروس. يعني إحنا سابقا 2008 و2014 2015 عفوا انخفض أيضا سعر برميل النفط، وهم أصبح عندنا عجز، لكن ما تعظنا من هذا، ما غيرنا طبيعة نظامنا الاقتصادي والمالي، فبقينا على نفس النمط. فإحنا المطلوب يعني من عندنا حاليا، لأن إحنا أمام منعطف خطير، لأن هاي الأزمة تختلف عن الأزمات السابقة، هاي أزمة مضاعفة أمام منعطف خطير. لازم نعيد حساباتنا، لازم نراجع نفسنا، لازم نضع نفسنا على المرآة ونشوف مكامن الخلل الضعف حتى نلتمس طريق النجاة والرفعة من وسط هذا الركام. فإحنا لازم نعيد النظر بالموازنة، مو بس من حيث الإعداد، بس من حيث الخطط، الإيرادات ومصادرها، النفقات وأبوابها، إدارة الموارد الطبيعية، هاي كلها لازم نعيد الحسابات بها. المصيبة المزدوجة اللي هي كورونا وانخفاض سعر النفط
ألقت بظلال هذه المصيبة على الموازنة العراقية، سببت عجز كبير بالموازنة. يعني العجز أصبح 50%، يعني 50 تريليون. يعني الحد المسموح بالعجز بالموازنات، الحد المسموح هو 3%. يعني 50%، شوف كم ضعف صار عندنا عجز بالموازنة. بعد ما استلم السيد المالكي رئاسة الوزراء، طلع علينا قال استلمت موازنة الدولة شبه خاوية. استلمت موازنة الدولة شبه خاوية. يعني ايش معنات شبه خاوية؟ يعني بالعراقي الفصيح يعني ما بيها غير بس خردة، يعني تلقي بيها ارباعة مشققة وألافات ملزقة، يعني ماكو كل شيء. ومو بس يعني الموازنة خاوية، احنا ما عدنا، لا عدنا صندوق سيادي، لا عدنا خزين استراتيجي احتياطي مالي او غذائي لمواجهة الازمات. يعني هاي الدول، يشوف ايرلندا هم ايضا بلد نفطي، عندهم صندوق سيادي 882 مليار. ازمات الدنيا كلها، العالم كله اذا تقع على ايرلندا، هي عندها فد خزين قوي رصين ما يهمهم. السعودية قبل فترة ضخت 236 مليار لمواجهة الأزمة، عندهم خزين، عندهم احتياط. احنا حبي بياض، كل شيء ماكو. وطبعا هاي مصير الدول اللي تضبط ساعتها على عدات النفط. واحنا مو بس يعني هسه يطلعون يقول لك او أزمة عالمية، طيب من يطلعون المسؤولين يتبجحون حتى نقول مخوش مع جديدي. والله يا أزمة عالمية ما بس عندنا، ما بس بالعراق، بكل دول العالم طبعا يا أزمة عالمية. لكن من هو الخاسر الأكبر في هذه الأزمات؟ من هو الخاسر الأكبر في هذه المصيبة؟ الخاسر الأكبر هو العراق، لأن احنا بلد هش، كل شيء ماكو، معتمدين على ما نطلعه من باطن الأرض وناكل. راح هذا الشيء اللي بباطن الأرض، اصلاح ناكل. مثل ما يقول المثل المصري، يا معاشر الأرضي على ماله، راح المال وبقى الأرضي على حاله. فإحنا أيضا قبل ما تجينا هذه الأزمات، إحنا عندنا أزمات عديدة، بلد مثقل بالأزمات، لا تعليم، لا صحة، لا صناعة، جيوش من العاطلين، آلاف المؤلفة من الناس تحت خط الفقر، ديون وعجز، ويعني ما يعني بلد متخبط بالأزمات. وجدنا هاي الأزمات الأخرى، فكيف راح يكون وضعنا؟ المشكلة كما ذكرت قبل قليل، إحنا ما نتعظ ونتخذ الإجراءات الصحيحة والعقلانية. ما زلنا إجراءاتنا عقيمة وليس وفق رؤية صحيحة. يعني إحنا الإجراءات اللي تخذوها هي مجرد إسعافات أولية، ليس لتنشيط الاقتصاد، بل إنما سد حاجة فعلية. أكو رواتب موظفين متقاعدين ورعاية اجتماعية، هاي لازم أوفرها بس أسد هذه الحاجة، أروح أداين أجيب، المهم هذا الشهر أكمل هذا الرواتب، شهر الآخر ما أكمل الرواتب. فإحنا ماذا نضع الحلول الصحيحة؟ يعني حتى هذه المديونية راح تنعكس سلبياً مستقبلا. احنا عم ننتظر النفط يصعد، خلينا نمشي الامور مشي، احنا هذا بلد مشي 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 والله كريم، يصعد النفط نعالج العجز وكذا، نروح نتداين نشحت ناخذ، المهم نمشي نمشي نمشي. سياسه المشي مو دائما نفلح بها، يعني دائما نشوف يقول لك مشي مشي مشي، لكن يجي فتره او وضع معين ما تمشي. يعني مثل ما انت عندك تريله التاير انضرب بسمار او سكينه، لما عاد تمشي انت، بس التاير عينفس، السياره عاد تمشي فعلا، مشي عاد تمشي، لكن راح يجي وقت معين راح ينفجر هذا التاير. او تريلا تعبر الجسر، حمولتها ما تتلائم مع طاقه الجسر، مشي عبر التريلا مرة ثانية، هم مشي عبر التريلا،
مرة ثالثة ربما راح ينهدم الجسر. فهذه سياسة مشي هي سياسة عقيمة. نحن نحتاج مؤسسات تخطط. الاقتصاد والمال يحتاج إلى نابغة، نابغة يحول التحديات إلى فرص. إحنا بغض النظر عن المعالجات البعيدة المدى في ضبط النفقات وإيقاف الهدر والقضاء على الفساد الإداري، لكن أكو هناك معالجات آنية من الممكن أن نستفاد منها بتوفير الإيرادات ومعالجة حالة العجز. يعني على سبيل المثال إحنا عندنا أموال مفقودة وعندنا أموال ضائعة، يعني هي مفقودة ضايعة وعندنا أموال مهدورة. الأموال المفقودة من الممكن أن نبحث عليها ونجدها. يعني من عندك فشية ضيعة ببيتك يمكن إذا تدور عليها تدور عليها راح تلقينه. عندنا أموال ضايعة، يعني حسب تصريح الناطق الرسمي باسم مجلس الأعلى للفساد السابق سعد ياسين، قال عندنا 400 مليار ضيعة خارج العراق، ضيعة بالبنوك، ضيعة بالمصارف، ضيعة المهم ضيعة خارج العراق. هاي ال 400 مليار ابحث عنها جيبها، هاي اذا جبناها راح تكفينا 4 سنين. ما نحتاج نروح نتداين منها من الصندوق الدولي والعجز الضعف والمديونيه الضعف. الفروقات مال النفط، يعني النفط بالموازنه مقرر 56 دولار. النفط يعني هاي اتكلم موازنه 2019 ولا 2020، 56 دولار. النفط صعد الى 68، يعني برميل النفط صعد 68، احنا يعني ننتج 4.5 برميل. هذا الفرق يعني 6 الى 67 تقريبا 11 دولار، هاي تنضرب يعني يطلع فد مبلغ مليارات. هاي وين راحت؟ هاي لا سدت العجز السابق ولا استخدمناها كمشروع استثماري ولا وضعت في صندوق لمواجهة الأزمات. هاي الأمور أبحث عنها، هاي المليارات أيضا راح تسد لنا أبواب مو باب واحد. على غرار هذا وكثير أكو أموال مفقودة، إذا راح نبحث عنها راح نعالج الأزمة الحالية. نجي على الأموال المهدورة، هاي الأموال المهدورة ما ممكن إعادة، يعني راحت أكلها الذئب وأنتم عنها غافلون. لكن احنا نلزم المسبب، المسبب هو يزوع هذه الاموال وفق قاعده اشتاكر العنزي طلعه من القصاب. نحن محتاجين حاليا قصاب، قصاب اجي. يعني اكو عندنا اكو مبدا بالاداره يقول هندسه تقييم الكلفه اللي تستند على الاولويه والجدوى والقيمه. الاولويه يعني هذا المشروع، يعني لما تقيم انت كمدير دائره مثلا تريد تقيم مشروع، شوف هذا المشروع له أولوية، بينه جدوة منفعة راح تستفاد منه الناس، بينه منفعة وقيمته هل هي ضمن قيمة السوق. يعني على سبيل المثال أنا أريد أعمل معبر للمشاة أو طريق، أشوف ياهو الأولوية ببرنامجي، المعبر لو الطريق، ياهو اللي يقدم منفعة، المعبر يقدم منفعة لو الطريق أكثر. نجي على القيمة، هذه الكارثة. هل أنشئ هذا المعبر أو هذه المشتريات أو هاي الأثاث بسعر السوق؟ يعني إحنا لو نشيك، يعني نبحث بالقيمة، هاي المشتريات هاي العطاءات نشوف أضعاف عما سعر السوق. يعني شوف دائرة مشترين 15 تلفزيون، زين هذا ذا يدخل من ضمن الأولوية؟ لأن دائرة إذا عملها خدمة شلة بالتلفزيون ممكن تلفزيون ومدير تلفزيون الاستعلامات، هذا التلفزيون ما راح يقدم منفعة. هذا التلفزيون قيمته يعني بسعر السوق باللحظة اللي وقع على الوصل المدير واشتروها قيمته بالسوق مثلا 5 ورقات، مسجل بالوصل 20 ورقة. يعني على غرار هذا فإحنا نلزم هذا المدير. يعني احنا لو نبحث باقي القضيه شوفوا شو اصلاح نوفر مليارات، لان هاي الفلوس كلها تروح هدر بهذه الطريقه. المواد المشتريات العطاءات تتسجل على الدوله اضعاف مضاعفه، جيب وصولات وقع المدير انتهى، ماكو حد يدقق. فاحنا نرجع هاي نجيب لجنه نزيهه شريفه تروح تدقق
تلزم اي مدير سواء كان موجود حاليا او راح هنا راح تتحقق قوه القانون. اضافه لهذا يعني احنا عندنا عقارات الدوله ساكنين بها او تملكوها ناس برخص التراب، يعني اذا العقار سعره مليارين ب 100 مليون بنشترينه من عقارات الدوله. هاي يعني مئات من العقارات بهذا الشكل. انا اجي ازم هذا المشتري هذا البيت، تعال انت هذا البيت سعره مليارين، انت مشتريه ب 100 مليون او 200 مليون، منو باعك هو؟ شلون انباع؟ شلون وصلك؟ يعني هذا حق عام، الحق العام ما يسقط بالتقادم، المال العام ما يسقط بالتقادم. فاجي يجي هذا البيت يدفع قيمته واجور المثل من يوم اللي سكن بينه. بيوت ايضا قاعدين بها بايجارات زهيده جدا. طبعا بغض النظر ايضا اكو تجاوزات المواطنين على اراضي الدوله، على اراضي البلديه. هذا الجمع تعال يابا تعال كم بنيت فوق هذه الارض التابعه للبلديه، اجي اغرمه مو بس قيمه الارض، قيمه البيت ايضا. فبهاي الطرق احنا نجمع اموالنا، مو نروح نركض على راتب الموظف ونقلل من مخصصاته، او نروح نتداين ونشحت من هذه الدول. هناك امور عديده احنا لو ننتبه عليها وتكون هناك اراده سياسيه حقيقه راح نحل هذه المشكله، فضلا عن الاجراءات اللي بعيده المدى اللي تتطلب تنوع مصادر الدخل، ايقاف الهدر، اضافه لهذا تذويب هاي الامتيازات العاليه مال مسؤولين ومال كذا، هاي منتهين منها. لازم يعني لازم يكون راتب المسؤول لا يتجاوز المليون ونص، ايش دعوه يعني، اسوة بالبلدان الاخرى. ثاني اثنين، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فلا تحزنوا ولا تيأسوا من رحمة الله، التغيير قادم باذن الله.